في العراق يعاني الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام من مصاعب عديدة تتراوح بين الخطر الذي يتهددهم أثناء تأدية عملهم أو ما يحيط بالمهنة من مخاطر الوقوع تحت طائلة حزمة القوانين التي تجرم المخالفات الصحفية، وأحدثها قانون مكافحة الإرهاب. صنفت لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة، صنفت العراق على أنه أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، إذ قتل في العراق منذ احتلاله عام 2003 أكثر من 200 من العاملين في وسائل الإعلام أثناء تأدية واجبهم أو أنهم أخذوا على حين غرة بالخطف والقتل بعد كشفهم ملفات فساد أو جرائم أو ما يتعلق بالفوضى الأمنية التي ضربت البلاد. إن العراق يعيش في تضييق على الحرية الصحفية، في ملاحقات قضائية، في عمليات قتل، عمليات اختطاف، عمليات ضرب واعتداءات وسجن وتوقيف. كل هذه الأمور تأتي من قبل السلطة التي تحكم البلاد اليوم. ما يقال عن تقييد الحريات الصحفية في العراق لم يقتصر على استهداف حياة الصحفيين والإعلاميين فحسب، بل رافق ذلك أيضا الملاحقة القانونية لهم استنادا إلى قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 الذي يعج بالبنود التي تجرم المخالفات الصحفية، وتصل فيه بعض العقوبات إلى الإعدام والسجن مدى الحياة لمن يدان بإهانة الرئيس أو الحكومة أو البرلمان. صراحة السياسي ما زال ينظر إلى حرية التعبير على أساس أنها تهديد خطير بالنسبة إلى، والمواطن ينظر إلى حرية التعبير على أساس أنها منقوصة. إلا أن السلطات سنت عام 2008 قانونا يحكم العمل الصحفي ويعطل بعض الفقرات المتعلقة بعقوبة الحبس وتجريم المخالفات الصحفية الواردة في قانون العقوبات، لكن هذا التعديل جاء على حساب إلزام الصحفي بالكشف عن مصادر معلوماته للمحققين إذا ما تطلب القانون ذلك، وهو ما أثار مخاوف الصحفيين من أن يؤدي كشف مصدر المعلومات إلى تطبيق عقوبات أخرى عليهم. لم تصل حرية الصحافة إلى المستوى الذي من خلاله يمكن أن يستفيد من عند الصحفيون العراقيون. حرية الصحافة أو قانون حرية الصحافة ما زال يحبو في طريقه إلى عدة رفوف، إذا كانت في جانب الحكومة أو في جانب أو عند البرلمان. حرية الصحافة في العراق الآن قد تكون وصلت إلى 10% تقريبا لغاية هذه اللحظة، الكثير من الصحفيين استشهدوا. تكمن مخاوف الإعلاميين في الغموض الذي يحيط بالقانون الجديد فيما يتعلق بالأسباب التي توجب على الصحفي كشف مصادره، إذ لا توجد ضمانات بالتزام سلطات الأمن بالقانون، حيث رصدت لجنة حماية الصحفيين في إقليم كردستان عدة مخالفات وتجاهلا لقانون الصحافة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر عام 2008. تباينت هذه المخالفات بين السجن والملاحقة القضائية للإعلاميين وتغريمهم وتوجيه تهم مختلفة لهم بطريقة تنافي نصوص القانون الجديد.